السلام عليكم. دلوقتي هنعمل القلم، كل ما يبدأ يمشي شوية يبدأ الفونت بتاعه يكبر، السكيل بتاع الكتابة يكبر. طيب يبقى أنا هاجي هنا وأضيف القلم بن. طيب عايز أحدد الحدث إمتى هيبدأ يرسم القلم ده، فهروح للفينت، ممكن أحط العلامة دي أو أحط لما أدوس علامة السبيس أو أختار أي زرار من دول، يعني كل الحاجات دي أقدر أتحكم فيها إيه اللي أنا عايزه. طيب دلوقتي نبدأ نحط ايه، نخلي القلم يكتب، فعشان القلم يكتب يبقى ايه، يبقى بين داون، يبقى كده القلم نزل عشان يبدأ ان هو ايه يكتب. طيب عايزه يبدأ يمشي، طيب عشان يمشي يبقى احنا محتاجين نقول له موف 10 ستيبس. طيب عايز بقى ايه، كل مرة يغير الكتابة بتاعته، فهاجي هنا على بين والاقي عندي هنا شينج بن، عايزين نختار حاجة تكون ليها علاقة بالسايز. هنا هيحدد الرقم، يبقى كده الرقم ثابت. هنا هيغيره ويزوده، يعني هنا شينج بن سايز باي مثلا 10، يبقى كل مرة هيزود ايه 10. طيب محتاج بقى ان انا اقول له موف وشينج بن كذا مرة، فعشان ما نقعدش نكرر نفسنا هاجي هنا واقول له اعمل لي ريبيت، يبقى هو كل شوية هيعمل موف وشينج سايز والحاجات دي كلها. طيب ممكن يكون في حاجة موجودة قبل كده، فلازم اقول له ايه ريز اول، يعني امسح لي كل اللي اترسم قبل كده. وعايز اقول له ان انا عايز كل مرة يعمل يخلي بين سايز ب زيرو، ونبدأ اهو. طيب احنا بقى عشان تبان معانا اكتر هقول له خليها 50 ستيبس ماشي، وهناخد التوبي ده نحطه هنا اهو بالشكل دوت. طيب لو نلاحظ هو بيسيب نقطة في الأول، طيب عشان النقطة دي بيكون متسجل عنده السايز بحاجة معينة، فكل اللي أنا هعمله هخلي البين سايز قبل ما نقول له اريز، تمام، ونبدأ نحرك. خلاص بدأ كده ايه يعملها بشكل كويس، نقدر نتحكم في كل مرة هيتحرك كام خطوة، تمام، والسايز يكبر بمقدار قد ايه. طب لو لاحظنا لما ببدا اهو كل مره ايه بيبدا، ممكن دلوقتي بقى لما نيجي يبدا تاني هيخش الناحيه التانية خالص. طيب انا عايزه لا كل مره يبدا من النقطه دي، فاقول له ايه عندي هنا ان انا ممكن اقول له ابدا من الاكس والواي اللي هما دول، تمام، ممكن احطها مثلا هنا، تمام اهو. بص كل مرة يجي ينفذ الأمر المكان ده، حتى لو أنا وديته هنا يبقى أول حاجة هيروحها الإكس والواي دوت، وبعد كده يبدأ يظبط السايز، وبعد كده يعمل إريز، وبعد كده يبدأ يحط القلم، وبعد كده يبدأ يكرر الحركة ويكرر إن هو يكبر السايز كل شوية. طيب ممكن دي نخليها مثلا إيه مقدار 5، وهنا خليها 50 برضه، فتقدر تتحكم في المسافة اللي هو هيمشيها كل مرة. أتمنى الدرس يكون واضح.